شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام على محمد. واله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و... احدى الصفات المهمة المؤمن والتي يجب أن ترافقه إلى آخر حياته، بل يجب أن ترافقه أيضا في عالم الآخرة العمل برحمة الله هنالك آيتان في القرآن الكريم مفاد الآية الأولى أن الفرق بين المهتدي وبين الضال هو الامل برحمه الله والقنوط من رحمه الله الله تعالى يقول قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون القنوط من رحمه الله علامه الضلال والامل برحمه الله علامه الهدى الايه الثانيه تبين فوق ذلك تبين ان الفرق بين المؤمن والكافر ان المؤمن يامل برحمه الله بينما الكافر لا يأمل برحمة الله الله تعالى يقول: "ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون" الروح يعني الرحمة الروح والرحمة بمعنى واحد أو بمعنى متقارب، بعض العلماء يقولون إنما عُبِّر بالروح لأن الفرد الذي يعيش المشكلة يشعر بحالة اختناق، الأنفاس لا يتمكن أن يلتقطها، ما يتمكن يتنفس. يحتاج في هذه الحالة إلى نسيم شايفين الأفراد اللي فيهم تنج ضيق التنفس أو ما أعلم إذا داخلين في الحمامات القديمة المختنقة أحيانا في الحمامات القديمة واحد يشعر أنه يختنق وإذا شوية تستمر هذه الحالة يمكن يسقط مغمى عليه فاذا فتح باب الحمام وجاء النسيم اللطيف هذا يشعر بالراحه ويشعر بان روحه تعود اليه هذا النسيم اللطيف يقال له الروح ولا تياسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون المؤمن لا ييأس من رحمة الله في أي ظرف من الظروف لماذا؟ لماذا هذا الفرق بين المؤمن وبين الكافر؟ دققوا في هذه النقطة ولاحظوا هذه النقطة الكافر يعتمد على منطق العلم. بينما المؤمن يعتمد على منطق الدين. اكو تناقض بين منطق العلم ومنطق الدين. هل منطق العلم ضد منطق الدين؟ لا. منطق الدين فوق منطق العلم. العلم يعتمد على مجموعة من المعادلات المادية، مثل واحد مخليه في غرفة لا يرى ما وراء الجدران، ولكن المؤمن روحه مرتبطة بالله. قلبه مرتبط بالله ولذلك في اي ظرف من الظروف في اي وضع من الاوضاع امل بلطف الله وبروح الله لا ينقطع العلم يقول ماكو امل المعادلات الماديه تقول ماكو امل ولكن منطق الدين يقول اكو امل اكو هنالك اذا تحفظون هذه المناجات المنظومه ولعل بعضكم حفظتموها مناجات منظومه لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه موجوده في المفاتيح كلش مناجات حلوه اولها لك الحمد يا ذا المجد والجود والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلى أن الإمام صلوات الله عليه يقول: إلهي هذا هواي مهم هذه القضية تعين مصير آخرتنا أيضا الهي لئن عذبتني الف حجة، يعني اذا والعياذ بالله اخذونا والقونا في جهنم، وبقينا في جهنم الف عام، لا نعلم انها من اعوام الدنيا او من اعوام الاخره. الهي لئن عذبتني الف حجة، ما هو موقف المؤمن؟ فحبل رجائي منك لا يتقطع حتى في جهنم والعياذ بالله قلب مملوء بالأمل بالله وفي دعاء كوميل إن شاء الله يجب أن نقرأ دعاء كوميل في كل ليلة الجمعة دعاء كوميل مشحون بالمعارف يقول لاضجن اليك بين اهلها ضجيج الاملين حتى في جهنم لذلك واحد وفي الاحاديث اكو احسن الظن بالله بالذات في لحظات الاحتضار واحد يجب ان يكون عنده حسن ظن بالله رجاء بالله امل بالله يقولون احدى الاشياء المهمه في لحظات الاحتضار انه قلب المؤمن يكون مشحون ومليء بالامل بالله هذا من اسباب النجاه في الاخره على كل حال نحن في جميع الحالات احنا في هذه الدنيا عندنا مشكلات الله تعالى خلق الدنيا للمشكلات وكل واحد يعاني مشكلة من نوع معين أنتم الآن جايين إلى الله سبحانه وتعالى جايين إلى أولياء الله جايين إلى كريمة أهل البيت جايين إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه عندما تدخلون الحرم تدخلون بأي ناحو أمل إذا الإمام الرضا صلوات الله عليه كان حياً انتم كيف كنتم تدخلون على الامام الرضا؟ بمنتهى الامل ومنتهى الرجاء، الامام الرضا ما عنده حي وميت، الشهداء ما عندهم ميت وحي، الشهداء احياء فكيف بسادات الشهداء؟ انقل لكم ثلاث قضايا ان لاحظوا هذه القضايا. القضيه الاولى رجل وامراة تزوجا ومضت عليهما سبعة اعوام او ثمانية اعوام اولاد ما عندهم راجعوا الاطباء الاطباء عالجوهم طوال هذه الاعوام السبعة والنتيجة اخر كلمة الاطباء قالوا امل ماكو الخلل هم في الرجل هم في المراه الاشكال في الطرفين ولا تعبون روحكم الطبيب يقول امل ماكو هذا منطق العلم منطق الدين شي يقول يقول اكو امل راجعوا واحد من علماء الدين فاعطاهم قند حديث الكساء قند خو تدرون يعني شنو هاي المكعبات اللي قرأ عليها حديث الكساء وتربة سيد الشهداء والماء الذي يجري بقرب النهر أو شبه النهر الذي يجري قرب مرقد أبي الفضل العباس صلوات الله عليه هذا الشيء الثالث وماء زمزم هاي الأربعة ما مضت الا فتره قليله هذه القضيه في الكويت اتفقت واذا باثار الحمل تظهر على هذه الزوجه وتضع ثلاثه توائم دفعه واحده القضيه الثانيه من العراق وهي أعجب من القضية الأولى حدثني أحد الإخوة أنه كان لهم صديق مرت عليه ثمانية وعشرين عام أولاد ما عنده ثمانية وعشرين عام يعني عمر وبعد هذه السنين الطويلة وإذا بالله سبحانه وتعالى يمن ويعطي لهذه المراه اربعه توائم ذكور مره واحده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اطباء يقولون ماكو عمل في البعد الطبي سياسيين يقولون ماكو أمل في البعد السياسي الاقتصاديون يقولون هذا الشخص تدمر وانتهى وجلس على التراب لكن منطق الدين يقول أكو أمل القضية الثالثة أعجب من القضيتين الأوليين يعني. شايب رجال شايب عمره مئة عام تقريباً وزوجته عجوز عقيم عمرها حوالي تسعين عام أكو بعد أمل في الأولاد ممكن أبدا ماكو أمل هذا منطق العلم ولكن لاحظوا هذا المؤمن الذي قلبه منشد إلى الله سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداءً خفية ليش خفي لعله والله أعلم لأن عيب بعد واحد الآن شايب عمره مئة عام يقول يا الله اعطيني أولاد عيب قدام الناس ولكن أمام الله سبحانه كل شيء ممكن في زيارة الإمام الرضا إن شاء الله تقرون صلوات الله عليه الله كلمة كن ما يحتاج إليها فهي بمشيتك دون قولك مؤتمره، وبإرادتك دون نهيك منزجره، الله كن ما يحتاج، كافنون ما يحتاج. إرادة واحدة تصنع كل شيء. الله مو مقيد بهذه المعادلات الطبيعية، الله إرادته فوق المعادلات الطبيعية. هذا النداء الخفي إذ نادى ربه نداء خفيا أثمر ثمرته وإذا بعد مئة عام بعد تسعين عام مئة عام للرجل تسعين عام للمرأة الله أعطاه نبياً يا زكريا إنا نبشرك بغلام من اسمه يحيى بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ولذلك انتم واحنا في اي ظرف من الظروف يجب ان لا نفقد الامان عندما تدخلون الحرم ادخلوا بروحيه من لا يخرج الا وحاجته معا بهاي الروحيه. بهذه الروحيه، إن شاء الله حاجاتكم تكون مقضية. اكو هنالك نقطة ثانية، هذه النقطة مهمة. وهي تجعل الأمل في الإجابة أكبر. وهذه النقطة أن الداعي ينبغي أن يوسع آفاقه في الدعاء. اكو بعض الناس يعيشون ذاتهم فقط المحور هو الذات يقول منطقه الدار ثم الدار واكو بعض الناس يعيشون هموم الاخرين يقولون الجار ثم الجار هذه حاله الايثار السيدة الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها إلى الفجر كانت تدعو لجيرانها وما كانت تدعو لنفسها. المؤمن ما يخالف يدعو لحاجاته، الحاجات تضغط علينا، تأذينا، تلح علينا. ولكن أيضاً ينبغي أن نفكر في الآخرين، الآن إخوانكم في شتى بقاع الأرض يعانون مشكلات يعانون الام المؤمنون في العراق الان يعانون وضع حرج للغايه بيوتهم تهدم اطفالهم يذبحون مشردون يحرقون يعني حقيقه المؤمنون في العراق الان يعيشون اقسى انواع المشاكل والمعاناه واحد يفكر في الاخرين يدعو للاخرين انت ان شاء الله تقرون دعاء الندبه دعاء الندبه ان شاء الله تقروه في كل يوم جمعه يوم الجمعه ما يخالف واحد يرتاح شويه ولكن ايضا في يوم الجمعه اكو هنالك برامج برامج مهمة ومن البرامج المهمة في كل يوم جمعة دعاء الندبة حتى أنتم تقعدون ويا اولادكم بالبيت اقروا دعاء الندبة اهواي في بركات اهواي في خيرات هذا الدعاء فيه كنوز عجيبة تحتاج الى اكتشاف إحدى الملاحظات إن شاء الله عندما تقرون دعاء الندبة احنا نستغيث بسيدنا ومولانا الامام الحجه المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه في هذا الدعاء، لاحظوا افاق الداعي اي افق رفيع ينقلنا اليه دعاء الندبه. ما تقول ايها الامام الحجه تعال من اجلي، ما يخالف. احنا عندما نستغيث بالامام الحجه نقول لاجلي لكن شوفوا هنا افق الداعي اين المعد لقطع دابر الظلم لاحظوا الافق اين المنتظر لاقامه الامت والعوج اين المرتجى لازاله الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ شوف الأفق أنت تفكر في تجديد الفرائض والسنن في ذلك الأفق الرفيع، مو في هذه المشكلة الصغيرة التي تعاني منها. أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان إلى آخره لاحظوا الفقرات كلها أو تسعين بالمية منها الداعي بدعاء الندبة له هذا الأفق الرفيع والوسيع إن شاء الله إذا قرأت دعاء الندبة في يوم الجمعة اقروا الدعاء بهذه النظرة احنا ينبغي علينا ان نشرك الاخرين في حياتنا في اموالنا في دعائنا على اقل تقدير عندما المؤمن يقبل الى الله سبحانه وتعالى بهذه الروحيه وبهذه النظره دعاؤه حتى لنفسه يكون اقرب الى الاجابه. نعود الى صدر حديثنا في كل الاحوال، في كل الظروف، حتى اذا الاطباء الكل قالوا امل ماكو انتو قلبكم ليكن مليئا بالامل بالله والامل باولياء الله، العم الشهيد رحمه الله أخذوه إلى الإعدام في العراق عندما أخذوه إعدام الليلة الأخيرة هل عندك وصية يأخذون وصية ثم يأتون ويلبسون السجين شيء حتى ليشوف ثم صفارات الإنذار واحد اثنين ثلاثة إطلاق الرصاص أو سحب الكرسي والشنق هذا المسجون العم رحمه الله أخذوه الصفارة الأولى الصفارة الثانية، الآن أنتو بين الصفارة الثانية والثالثة، بعد أكو أمل أو ماكو أمل؟ بعد أي أمل ماكو، ولكن المؤمن يقول: أكو أمل. بين الصفارة الثانية والثالثة، وإذا بجرس التلفون يدوق. راحوا، شال التلفون، ما يسمع الطرف ماذا يقول. بس يسمع كلام هذا الطرف نعم لا مثلا يعني بعدنا ما أعدمنا أجل تأجيل نعم أغلق التلفون وجاءوا ورفعوا هذه الخوذة أو الكيس وقالوا أجل حكم الإعدام يعني حتى بين الصفاره الثانيه والثالثه الامل يجب ان يكون موجودا واختم الكلام بهذه الروايه روايه كلش لطيفه وكلش معبره تقول هذه الروايه ان اخر رجل يؤمر به الى جهنم الملائكه الغلاظ الشداد يجون ياخذون المجرم حتى يودوه الى جهنم يأخذ الآن على مشارف جهنم وإذا بهذا العبد يلتفت خلفه التفات فيقول الله سبحانه عبدي لما التفات ليش نظرت إلى خلفك فيقول العبد يا رب ما كان هذا ظني بك ولا املي فيك. فيقول الله سبحانه وتعالى: وماذا كان ظنك بي؟ يقول يا رب ظني بك ان تكرمني وتدخلني الجنه، فيقول الله تعالى: ملائكتي إن هذا عبدي ما ظن بي في حياته خيرا ساعة قط، ولو ظن بي في حياته خيرا ساعة قط ما روعته بناري. أجيزوا كذبه وأدخلوه الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم في كل عام يأتي إلى مشهد حوالي ثلاثين مليون كما نقل لي بعض المطلعين وكثير منهم يعودون بأيدي مليئة وحاجات مقضية إن شاء الله أنتم تكونون أيضا من الذين يعودون بأيد مليئة وحاجات مقضية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج 我被。